للمزيد معنا عبر الهاتف الدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بحضرتك معنا دكتورة. يعني مخاطر كثيرة من خلال تعامل وتفاعل الأطفال والشباب مع الإنترنت، ظاهرة الألعاب المميتة، التنمر، الابتزاز وغيرها، هذا جزء بسيط من كم كبير من خلال هذا التفاعل على الإنترنت. كيف ترين هذه الظاهرة، هذه المشكلة التي يعاني منها غالبية البيوت المصرية؟ طيب أهلا بحضراتكم جميعا. طبعا الموضوع ده خطير جدا جدا، لأن احنا بنتكلم على نشأ، بنتكلم على شباب يعني قد تصل المخاطر من أول إن هم يتم تجنيدهم أو استغلالهم أو ابتزازهم جنسيا أو التحرش بيهم، أو إن هم يقدموا معلومات عن مثلا لو أهاليهم بيشتغلوا في قطاعات كريتيكال في الدولة أو في قطاعات مهمة، أيضا بيقدموا معلومات عن بيتهم، عن معلومات خطيرة جدا، إلى حد زي ما تفضلت قلتي إلى حد الانتحار. مش بس حد الانتحار، ده ممكن يموت حد تاني، كأنها نوع من أنواع التحدي، وده حصل في بعض ألعاب الجيمز. فطبعا الموضوع ده خطير جدا، وشكل التعرض لمخاطر أمنية أثناء اللعب أو وجوده على الإنترنت كتيرة جدا جدا. احيانا برضه التعرض لمحتوى غير مناسب، يعني ممكن الاطفال الصغيرين دول هم قاعدين بيشتغلوا، يعني مثلا لو جينا نتكلم على بعض التقنيات المستخدمه للذكاء الاصطناعي، دي بقاطع اللي هي موجوده الماسنجر، الماسنجر ده فيه 300 ألف روبوت دردشه باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا بيطلب من الطفل انه يتاكد ان عمره ما يتعداش كذا، فالطفل ممكن يكتب اي عمر ويخش يتكلم معاه، فيحط له محتوى غير لائق وغير اخلاقي. يتم برمجه دماغ الطفل في اتجاهات خطيره جدا جدا، وللاسف انه احيانا بتبقاش الاسره واعيه او ما عندهاش علم، وبعدين ما تقدريش تمنعي طفل ان هو يخش على الانترنت او يتواصل عن طريق الانترنت، لانه اصبح كل الحياه بتاعته مرتبطه على الانترنت. الالعاب اللي بيلعبوها الجيمز زي الفئات اللي هي موجوده بلاي ستيشن والحاجات دي كلها، ممكن تكون بتواصل مع جهات خارجيه، يعني في نسبه بتقول ان 91% من اللي بيلعبوا العاب الجيمز دي من 3 سنين ل 15 عام، وطبعا بيلعبوها احيانا عن طريق الموبايلات او عن طريق ان بيلعب مع اخواته في اللعبه اللي هي بلاي ستيشن والحاجات دي كلها. ارتباطه مع جهات خارجيه ممكن تكون مجرمين، ممكن يكونوا ناس بيجندوهم، ممكن يكونوا ناس بيستغلوهم جنسيا او بيبتزوهم، او انه يأثروا على حتى على عقلهم وعلى عقليتهم وعلى دينهم. وده اصبح موجود زي ما تفضلتي قلتي، لعب كتيره كانت بتوصل الطفل بعد الليفل ال 15 مثلا يقوم يشنق نفسه او يولع في البيت اللي هو فيه، وده حصل مش في مصر بس، ده على مستوى العالم. وهتجدي ان ورا معظم الالعاب دي جهاز اجهزه استخبارات موجوده ومعروفه، اجهزه الاستخبارات دي انها بتشتغل على تجنيد الاطفال او توجيه المجتمع كله عن طريق استخدام الاطفال الصغيرين. طيب دكتورة غدا، يعني ما الحل، ما السبيل لحماية الأطفال والشباب من هذه التطبيقات المختلفة التي يمكن أن تكون هادفة؟ كما ذكرتي حضرتك يعني هناك أجهزة معينة هي التي تدير هذه التطبيقات بشكل أو بآخر، وبالتالي كدولة، كأسرة، كمجتمع، إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك حماية ما للأطفال والشباب منها؟ طبعا في زي ما تفضلتي قلتي على مستوى الاسره وعلى مستوى الفرد وعلى مستوى الدوله وعلى مستوى المؤسسات كمان، مش بس يعني كل جهات الدوله، طبعا بنتكلم على كل الوزارات ليها دور كبير جدا الفتره الجايه في موضوع حمايه شبابنا واطفالنا من مخاطر الانترنت. على مستوى الاسره احنا في الدوله المصريه بتعمل برامج توعيه كثيره جدا، يعني احنا في الدفاع الشعبي مثلا بننزل للمجتمعات والشباب والاطفال وبنكلمهم مخاطر التكنولوجيا وازاي بقى العكس ان احنا نستخدمها استخدامات ايجابيه عشان نعمل منها وبائق في المستقبل في ظل التغير اللي بيحصل ده. مفروض من الاسره بقى انها تعلم ابنها، طبعا مستحيل تمنعي، انا بقيت كده مستحيل ان اب وام يمنعوا طفل انه يتواصل عن طريق الانترنت. نفهمه ازاي ان ما يحط الصور الشخصيه على الانترنت، ما تحط الصور الشخصيه، ونشرح له المخاطر بتاعتها ونكلمه، لان الصور دي ممكن تستخدم كهويه رقميه ليك ويحصل فيها مشاكل. ناكد انه ما يحطش اي بيانات تخص بيتهم، معلومات عن تليفونه، بيانات عن موقعه فين، انه خرج، انه دخل، انه في المطعم الفلاني، انه بيتردد على الاماكن الفلانيه ديت. ما يحطش اي بيانات شخصيه ولا صوره بطاقته ولا اي حاجه على السوشيال ميديا او على الالعاب الجيمز او الحاجات الموجوده. ايضا انه ما يكونش في وضع لمعلومات تخص الاسره، يعني المفروض ان هو ما يحطش اي معلومات تخص الاسره بتاعته على الانترنت خالص. كمان ممكن الاسره تعمل حاجه جميله جدا، ما تمنعش بس تقول له طالما انت سنك في السن الفلاني فانت عندك الوقت من الساعه كذا للساعه كذا عندك استخدام للانترنت، هتقعد مع الانترنت صحيح، ويكون الام والاب قاعدين جنبه مش سيبوه لوحده، يعني لو جاي بيلعب لعبه بلاي ستيشن مثلا تكون ده قصاد الوالد او الوالده عشان ما يبقاش في غرفه لوحده ويتم السيطره على دماغه.
ونعلم الاطفال بشكل كويس طبعا على مستوى المدرسه او الاسره طبعا، ومؤسسات الدوله بتعمل ده دلوقتي، السلوك الصحيح الامن عبر الانترنت، ازاي نستخدم الانترنت بطريقه امنه. اللي يحاولوا يعملوا الاهالي انشطه للطلبه بدنيا عشان يبعدوا شويه عن حتى التاثيرات المجالات المغناطيسيه بتاعت الموبايلات والاجهزه اللي حواليه. احنا ممكن كمان طريقه التفكير الابداعي بتاعه، ان انا بدل ما اقول له خش العب اقول له طب انا عندي موضوع علمي حاجه بسيطه مثلا، يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ انا مش عارفه، ممكن تدور لي على الذكاء الاصطناعي يعني ايه؟ انا بعمل كده مع بعض الشباب، يروح يدور ويرجع وفرحان ويقول لي. كنا بندي ندوه تبع مكتبه الاسكندريه عن الامن السيبراني، وكان حاضر معانا اطفال من 5 سنين ل 13 سنه. نعم دكتورة، يعني هي تدابير يمكن أن تتخذها الأسرة في نطاقها المحدود، وأيضا على المجتمع وعلى مؤسسات المجتمع المدني والدولة أن أيضا تساهم وتتضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. دكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أشكرك شكرا جزيلا.